كابتن سمير او بدايتها ان الاتحاد الاسباني خلينا نقول قال حقيرو يعطيك العافيه خلاص يعني انتهت مهمتك اللي كان قبل كاس العالم يوم حتى الخروج من كاس العالم، وتم تعيين انريكي مدرب برشلونه السابق وروما يعني مدربا للمنتخب الاسباني، ايش رايك بهذا الخيار يعني؟ والله شوف السي في مال لويس انريكي كافي انه يعني يعطي القدره على قياده دفه منتخب، يعني تعامل مع برشلونه اللي كان خارج من يعني خلينا نقول صحوه ونشوه كرويه لمده 4 سنوات على يد بيب، ثم يعني تلاحقت المدربين بعده كان شويه في هزه في برشلونه، ثم جاء لويس انريكي عدل هذه الدفه مره ثانيه وقوم الفريق وحصل على بطولات كثيره صراحه، حقق اتوقع الدوري والكاس والشامبيونز، حقق الشامبيونز في موسم خماسيه. نعم. فبالتالي هذا المدرب اصبح الان يمتلك القدره على انه يتعامل مع الفرق، مع اللاعبين كبار، مع غرفه ملابس، مع ضغط الجماهير. تدري برشلونه دائما مطالب بالبطوله، لما تتعامل مع روما او تتعامل مع غير فرق روما، مع احترامي لفرق روما، شخصيه البطل والشخصيه المطلوبه منك دائما تختلف عن صحيح. عن شخصيه برشلونه او ريال مدريد او مانشستر يونايتد او في بعض الفرق، يعني طبعا روما فريق كبير عريق، لكن دائما خلينا نكون صريحين مع نفسنا ان الطموح محدود، ان دائما تفكير الفريق اذا حصلنا على بطوله الحمد لله. نعم. هذا طموحنا، لكن انت غير لما تكون انت لازم تجيب بطوله، انت مطالب اذا خرجت من موسمك بدون بطوله فهي كارثه، يعني تقييمك اذا بطوله واحده تقييمك سيء، عكس الفرق، يعني روما اذا طلع الثاني او الثالث وتاهل الى اوروبا على مستوى الطموح يعتبر عمل ايجابي. نعم. لكن برشلونه دوري وكاس ما يعتبر انجاز، يقول لك فرق بالشامبيونز شخصيا. نعم. فمجرد قاعد يصير مع فالفيردي الحين، فالفيردي انتقدوه نقد لاذع معنا يا بالدوري ويا بالكاس، بس اللهم خسر خساره مذله من قبل روما، اصبح بنظر برشلونه انه لازم يتغير وهذا سيء وهذا صحيح. فهذا دليل على كلامك. انا بس بسال محمد سؤال، اغلب الاعلام يعني العالمي وحتى المغردين الموجودين نعم يتكلمون ان يعني حكموا على فشل تجربه انريكا قبل لا تصير، لانه يقول لك ما راح يقدم الكره الممتعه، يعني ليش الربط منتخب اسبانيا في الكره الممتعه؟ لازم يعرفون، او ابي رايك إن هل هو قادر على تقديم الكره اللي قدمها أرجانوس ودلبوسكي، ولا راح يطلع بهويه جديده حق المنتخب الاسباني؟ والله شوف دلبوسكي وأرجانيس اتوقع يعني خدمتهم الكفاءه والجوده في العناصر. نعم. خدمتهم يعني اوكي، انا مدرب انعكس الانديه خدمت طبعا برشلونه خلينا نكون صريحين، برشلونه في ذاك الوقت هو المداعم الاول للمنتخب. نعم. وهو اللي عكس صورة المنتخب أمام العالم. فبالتالي أنت لما تستخلص من برشلونة 4 أو 5 عناصر يلعبون أساسيين معاك في الفريق، فأنت قاعد تقول أنا ما أخذ فريق من الدوري حاطه في المنتخب، خصوصا اللي هو بولدوسكي يعني أتوقع فبالتالي بس أرجع أتوقع أنه كان ماخذ تشكيلة مختلفة جدا من الدوري بس الأسبان. التأثير اللي صار على مستوى منتخب إسبانيا من لاعبين برشلونة وطريقة لعب برشلونة والأسلوب، هذا الامر لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار، ما نقدر ننكره. نعم. صح ريال مدريد نجومه دائما داعمين المنتخب، لكن في ذاك الوقت وذاك الزمان نعم. كان هناك عناصر اكثر من برشلونه فاثرت على نعم. جوده هؤلاء اللاعبين اعطت نعم. افضليه للمنتخب. نعم. الان هذا اصبح مثل الارث. نعم. يعني كنت تشوف اسبانيا تلعب كرات قصيره وسريعه وفي ضغط عالي وفي تحرك وفي مهاره و اصبح مثل الارث. فالحين لما تيجي تشوف انت اسبانيا تلعب بدفاع منطقه ولا تلعب طوليه ولا تلعب راح تنصدم، سنو مقبول عند المتابع. فبالتالي نعم. لويس انريكي من المفترض انه يحافظ على هذا الاثر ويختار نعم. نوعيه اللاعبين اللي تساهم دائما نعم. على ابقاء صوره المنتخب الاسباني كما نعم. عهدنا. نعم ممتاز. اللي بيتواصل معنا على 2-2-2-1-6-3-8 اعطونا اراءكم، يعني اختيار انريكي مدربا لاسبانيا يعني يخلف دلبوسكي ويخلف المدربين الكبار ويخلف يعني المنظومه اللي اعتاد عليها العالم بالمتعه الكرويه. تواصلوا معنا على 3-2-1-6 3-8 ايضا عندنا من الاخبار يا